في الدار حتى جاوا جاني تليفون قالوا لي راه واحد السيده ماتت هنايا ما عرفتش. قال لك قتلها راجلها وقال لك سلم راه مشى للورزازات وسلم راسو. شحال الزوز ايوا هادشي لا سيدي ما كنعرفش. كنعرف انا هاد الدار كيكريو فيها الكرايه شي داخل شي خارج والله اعلم العلم لله. الله يدير شي تاولت الخير الله يدير شي تاولت الخير. هادشي ما بقى تيعجب. انا مشى وليدات نعم قال لك عند خرج واحد البنيه صغيره عنده تقريبا تقد هاد البنت هادي اي والله يدير شي تاولت الخير ما بقى حتى حاجه ما تعجب. لقينا هاد الخبر ديال هاد الفاجعه هادي بطريقه غير عاديه ابدا لاننا لاول مره كنسمعوا عليها هنايا بعدا في ديور الامان. كذلك كانوا جوج ديال الجرائم اللي كانوا البارح وحده في ديال الحي التشارك ديال هذوك التوام جريمه اخرى. هذه الجريمه هذه هي الثالثه اليوم. نتمنوا من الله سبحانه وتعالى عوض اننا نحاربوا الجريمه نبحثوا في الاسباب ديالها. وانا كنرجح الاسباب لواحد النسبه كبيره اولا المخدرات الفانيد والقرقوب هذا الشيء راه يجب يعني المحاربه ديالو بواحد الشكل كبير. كذلك الاوضاع الحاليه اللي وصل لها المواطن المغربي البسيط والطبقه البسيطه. ملي كنتكلموا على الاوضاع راه كنتكلموا على الحاله الاقتصاديه اللي وصلت لها بلادنا. ارتفاع الاسعار ديال المحروقات، ارتفاع الاسعار ديال اللحوم، ارتفاع الاسعار ديال الخضروات، ارتفاع الاسعار ديال الدجاج اليوم. هذا الشيء كله راه كيدفع يعني بحاله الاحتقان انها تزاد. كذلك ان الحاله الطبيعيه ديال الانسان اللي عنده وليدات واللي عنده عائلة حتى هو راه كيمرض نفسانيا. نتمنوا ان هذا الشيء كامل يتخذ بعين الاعتبار وان الحالة الاقتصادية بعد تصلح. كذلك الأجهزة الأمنية اللي حيحاولوا يزيدوا يجتهدوا من أجل محاربة التجارة ديال المخدرات والقرقوبي. القرقوبي اللي كان اللي كيشكل واحد الخطر كبير لأنه من بين الأسباب الكبيرة اللي كتدفع لارتكاب مثل هذه الجرائم. ولو أنني مني سولت على هذا السيد اللي ارتكب الجريمة اليوم قالوا بأنه ما مبليش يعني من غير الكارو ما كيدير حتى شي حاجة. فهنا يعني احنا صراحة كأبناء هذه المنطقة هذه مستائين من سمعنا هذه الجريمة هذه. المنزل وراءكم ياك السي رشيد هنا تماما كيف ما كتشوفوا معايا المنزل هو هذاك اللي في القنت تما فين ترتكبت الجريمة. ويعني السيد اللي ارتكب الجريمة هذه يعني كيقولوا بأنه اتصل من ورزازات وقال على انه ارتكب هذه الجريمه هذه وانهم يجيو يقلبوا. وداك الشيء اللي وقع يعني ملي جاوا الامن وجاوا الوقايه المدنيه وكذلك السلطه المحليه فلقاو ان ديك السيده يعني متوفاه.